السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا موضوعنا هاي المرة راح ننقل المعرفة اللي اكتسبناها بالموضوع النظري ونشوف كيف ممكن احنا نربط كل هاي الراوترات. ممكن تتخيل انه كل راوتر بيعبر عن منطقة او بربط منطقة معينة، ولما نتكلم عن الجيت واي فهو الجيت واي اللي بوصلنا بالانترنت، يعني اخر راوتر بودينا على الجيت واي اللي هو الراوتر الموجود عندي بالمنزل. يعني احنا راح نشوف كيف ممكن نعمل بينج ل يعني اي بي ادرس موجود حاليا على الانترنت، يعني مش موضوع انه فقط فيرتشوال يعني سيميوليشن. في عندي هون تو سويتشز، كل سويتش مسؤول عن ربط لان معينة. يعني احنا انا حاط هون مثلا سويتش هون سويتش هون سويتش سويتش، كل واحد لان، يعني هذا ما في داعي له لكن حطيته لأسباب ثانية. كل سويتش بيحتوي لان، فكل لان لازم يكون لها سبنت معين. انا لما اكون قاعد بتكلم عن اي بي ادرس برايفت اي بي ادريسنج داخل شركتي داخل مؤسستي داخل يعني داخل منزلي، كلاتهم هذول اللي هم 192.168.0.16 بغض النظر /16، فانت كل هذول تقدر تستخدمهم داخل البيت. كمان عندك من 172.16 ل 31، كلياتهم هذول سلاش طبعا 12، كلياتهم تقدر تستخدمهم داخل المنزل، والعشرة دوت سلاش 8 كلهم برايفت ادريسنج، هم مش ما فيهم اي مشكلة لكن نت راوتابل بالانترنت. اول شيء راح نبدا بالراوتر اللي هون راوتر 6 يلي بودينا على الانترنت. هون اتوقع هاي خلاص انه كنت بحضر لها، فبنبدأ بسم الله كونفيجر تيرمينال. ايش الانترفيس اللي ببعثنا للانترنت؟ اللي هو فاست ايثرنت 1/0 1/0. فالاي بي ادرس، بما انه الشركة بتزودنا بالاي بي ادرس فاكيد راح يكون الاي بي ادرس دي اتش سي بي عن طريق دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، بنحصل على الـ IP address. يعني IP address نقدر في عنا pool مجموعة من الـ IP addresses auto configure from local DHCP pool أو DHCP العادي اللي احنا بناخده من الراوتر، وفي عنا نقدر نحط الـ IP address. فأنا راح أحكي له DHCP ونو شت داون، وهيك بيحصل على الـ IP address تبعه. بعدين في عندي أنا الـ الان في عندي الانترفيس الاخر هون حصل على 105 وهو قادر حاليا على الاتصال بالانترنت بشكل كامل. حاليا بدي انتقل للانترفيس الثاني اللي هو لو شفنا هون من الصورة اللي هو فاست ايثرنت 101، هل بوصلنا مع الراوتر واحد. خلينا نغير الاي بي ادريسنج، نعتبر انه يعني الاي بي ادريس هذا هو عبارة عن public IP address، ونحكي له انه IP address راح يكون 192.168، وخلينا نعمل subnet بين هاي. هسا بالنسبة للsubneting في عندك most efficient subneting، يعني هسا في عندي هون 2 nodes بقدر احكي له dot 16 اللي هي من واحد من 6 ل 1 او من 1 ل 6 دوت، وهو 6 على الشبكة علشان ما نتخربط. بعدين نحكي له اللي هو حدود الشبكة الماسك تبعنا، خليني او يعني يعني نقدر نعملها هيك بهاي الطريقة، بس في طريقة احسن هيك. انا في عندي 256 شخص على الشبكة، إذا شلنا البرودكاست والنتورك بصفي عنا 254، لكن أنا كل اللي موجودين عندي على الشبكة 2، فشو أفضل شيء أعمله؟
بختار شبكة بتوسع ل 4. وبهاي الحالة بيكون عندي النود الأول والنود الثاني أو ديفايس الأول أو هوست الأول هوست الثاني. بيكون عندي النتورك وبيكون عندي كمان البرودكاست أدرس. فإحنا قادرين حاليا على إن نعمل التالي. نحكي إنه هذا رقم 2 على الشبكة أو 1 عادي ما في مشكلة. وبنحكي إنه بدل ما نعمل هيك رح يكون عنا 250 52. No shutdown. هيك most efficient addressing. نيجي هون طبعا بس علشان نتأكد انه احنا قادرين على الاتصال بالانترنت. بينج طبعا هذا عبارة عن DNS موجود على الانترنت تابع لجامعة. احنا قادرين على الاتصال بالانترنت 100%. ايش كمان مثلا في اشياء جوجل مثلا DNS. اذا بهاي الحالة احنا كنا قادرين على الاتصال بالانترنت بشكل كامل. ننتقل للراوتر. طبعا ناخذ هذا بس على جنب علشان يعني نكون قادرين على يعني استخدام الشاشة بشكل افضل. احنا بدنا واحد. اوكي عشان ما نروح انتو بطلتوا تقدر تشوفوا. على كل حال كونفيجر تيرمينال. و الان لو عدنا النظر الى شبكتنا احنا بنشوف انه هون عندك الايثرنت ايثرنت 00 ايثرنت 11 ايثرنت 00 ايثرنت 11 بدي احكي له انترنت انترفيس ايثرنت 00. بدنا الاي بي ادرس 192.168.16.1.2. ما في مشكلة. بعدين بهاي الحالة بدك تضيف حدود الشبكة ونو شت داون علشان نعمل نرفع الانترفيس نخليه شغال نوصله يعني كهرباء. حاليا لازم نعمل تيست. نحكي له اعمل بينج او اتصل بالجهة الاخرى والاي بي ادرس تبعها 1. هل هو قادر على الاتصال؟ جميل جميل قادر على الاتصال بس 100%. هذا هو المطلوب. يعني هيك انا قدرت على الاتصال. وبنفس الوقت لو تكلمنا مين اللي موجود على الشبكة ما في عندنا شبكة غير 2 وهي الشبكة بتوسع 4 أجهزة. الآن نأخذ الراوتر أو لا في حاليا في عندنا الانترفيس الثاني اللي هو 1.1 اللي هو بوصلنا بالراوتر R2. فأنا بدي أغير الادريسنج تبعه. بده يصير عندي من 1 ل 2 وراح يكون هذا 1 على الشبكة ونفس الاي بي ادرس ونو شت داون. ننتقل ل الراوتر R2 configure terminal interface انترفيس ايثرنت 1.1. لو لاحظت هون خلينا عشان ما نضيع. لو لاحظت هون عندك 1.1 متصل بار 2 بار 1 وعندك 0.0 متصل بار 3. فانا مباشره بحكي له الاي بي ادرس 192.168.12 وهو 2 على الشبكه. طبعا 252 لو انت شفت كم ones موجودة بالسبنت الموجود عندك هون راح تكتشف انه في عندك 30 one واثنين zero. فاثنين للقوة 3 اللي هي 4.
بدنا نعمله شت داون. في كمان عندي الانترفيس اللي هو 00 وصلنا مع 3. اي بي ادرس هون يعني بنستفيد من الموجود عندنا. الاي بي ادرس راح يكون عندك من 2 ل 3، فهو من 2 ل 3 وهو رقمه 1 مثلا. ونو شت داون ناخذ اللي هو R3 علشان نبدأ configuration له. R3 مربوط بثلاث جهات، فأنا عندي الانترفيس ايثرنت، انترفيس ايثرنت 00 أول شيء اللي هو بوصله مع R2، فالاي بي ادرس تبعه راح يكون 192.168 من 2 ل 3 وهو رقمه 2 على الشبكة. ف بس بيكون ناقصنا هيك اللي هو السبنت ونو شت داون. في عندي حاليا ال 11 انترفيس 11 الاي بي ادرس اللي هو من 3 ل 5، من 3 ل 5 واعتبره 1 على الشبكة عادي ما في مشكلة ونو شت داون. بعدين بيبقى عندي اللي هو 1 2 1 2 1 2. بمين متصل؟ 1 2 متصل ب R4. ف يعني انا بهاي الحالة بدنا نشوف السطر R4 يعني من 3 ل 4 وهو 1 على الشبكة نو شت داون. لو عملنا دو بينج، لان انا بجلوبال كونفجريشن مود وحكيت له اعمل لي بينج لمين، خلينا نعمل تيست على من R3 ل R2. فانا عندي 2 3 دوت 2 3 و 1 اللي هو R2، هل هو قادر على الاتصال فيه؟ تمام، احنا قادرين على الاتصال ب R2 عن طريق R3. فاذا ما في عندي مشكلة بالاتصال هون. احنا عملنا configuration ل من 3 ل 4 ونو شت داون. اذا انا عندي من 3 ل 5، من 3 ل 4، من 3 ل 5، من 3 ل 2 كلياتهم شغالين 100%. فبنتقل الى الراوتر R4. R4 اللي هو هون R4 انترفيس ايثرنت، شايفين انتو هون على اسفل الشاشة اللي هو 1/2 اي بي ادرس 192.168 هو متصل مع 3، اذا 3 4.2. نو شت داون. حاليا يعني انا كنت قادر على توصيلهم مع بعض، دليل انه لازم يكون عندنا البينج التالي ناجح 100%. هل هو ناجح؟ نعم ناجح. اذا الاتصال بين الراوترين شغال 100%. رجع R4، بدنا R5 متصل ب R3 عن طريق الانترفيس ايثرنت 11. الاي بي ادرس اللي هو 192.168، بما انه من 3 ل 5
اذا 35.2 لانه R3 اعطيناه .1 على الشبكة، يعني عنوانه على الشبكة كان 1. نو شت داون، نرفع الانترفيس، نعمل دوبينج او نكتب دوبينج 192.168.35.1 اللي هو R3 في الجهة المقابلة. نعم انا قادر على الاتصال 100%. الان ما بقي عندنا حاليا اي مشكلة في الاتصال ما بين الاجهزة هاي، لكن الان اللي مطلوب مني او اهم شيء لازم اعمله واتأكد انه بيعمل داخل الشبكة 100%. الان في انا عندي الانترفيس اللي هو موجود على R4 او 2 interfaces، واحد بيشبك اللي هي switch 3 اللي هو موصول المفروض يعني يكون هنا في اجهزة متصلة بالشبكة او بR3 ابي switch 3 علشان الراوتر R4 يوصلهم عن طريق R3 بعدين R2 بعدين R1 R6 بعدين للانترنت. حاليا احنا بس عملنا الكونفيجريشن بين الراوترز، والمرحلة القادمة راح نشوف اللي هو العنونة للشبكات المتصلة. يعني احنا صار فينا شبكة هون شبكة هون شبكة وهكذا، فاحنا حاليا نوصل الشبكات يعني نقدم خدمة الاتصال بالانترنت للشبكات الموصولة بالسويتش 2، خلينا نعتبرها سيلز، اعتبرها مانجمنت، وخلينا نعتبرها اكاونتنج، ونعتبر هذول اللي هم الاتش ار. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.